حياتي وهي النور في كل أوقاتي بالأذكار تطمئن حياتي وهي النور في كل أوقاتي ذكر الله ذكر الله أنا لا أهجر ذكر الله ذكر الله نور بدربي كيف العيش بلا ذكر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد درسنا نيل معنت بإذن الله سبحانه وتعالى بزعبا دعاء السفر دعاء السفر كنوصلنا أب سفر تقبر أب مقشاز قبر حدا سب قيش لحر دا أدليو أب مقشان كله يعني أب مأكل مقشان كله كملسن كله خم مقشو نتوم سبات حواتو يخونو نتوم عرختي يخونو كفانو من كله إذي تات دبلو دعاتات كله كنوصدو إنا بإذن الله سبحانه وتعالى طبعا إذا درس نوصدات لنا لما عنتي مبل عسرة درسي أزياء وإن شاء الله سبحانه وتعالى جزيان دحر دا أركبنا نيمة جرش هذا درس قد كوني دحر دا جزيان دي أركبنا خاء بدحري أحان تختهلو النائع بوخاء درسنا كتاب حسن المسلم أبزو ودينا قن كوننا ماتيو أما بل عسرة ويدماني أما بل عسران حدا درسي كتاب حسن المسلم ودينا يخنبي لنا ماتيو وهذا من فضل الله عز وجل إذي كافتنا رب سبحانه وتعالى فضل مالاتيو طبعا عد ما يهبنا أب وشتي حدا عمت إذا كتاب زياء ودينا يا ندحر دعا رب سبحانه وتعالى وفقنا دماني بتي أب أزلو أذكار يعني ذكر الله سبحانه وتعالى ندحر دعا وتكبيرنا يعني عبي عسب خهلو أننا يا رب سبحانه وتعالى كم أون اتقربوا وزلو ربنا سبحانه وتعالى نتم ذاكرين نتم ذكر زقابرو نتم ذكروا ليتن معلتن الله سبحانه وتعالى كهب النائب بفضله ومنه وكرمه مالتي فنسأل الباري سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك كله أتقدمت دعاء نوسدا دعاء الركوب طبعا دعاء الركوب حدث نفتا يعني مركب ناتو ويدمان نفتا دسكالا مقوع عازي تخونه أكال سواء جمل تخون وي بغل تخون وي فرس يخون وي كم زبزقوان نادلو كلنا مقوع عازي تكنولوجي زلنا مالتيو كل زيتات ستغلل يخون أوخ نسكال كلنا انتالنا دعاء نقبر نباتن كنسكال كلنا انتالنا دعاء نقبر طبعا هذا خمت كل شيء عن ذكره هذا من تمام ديننا إذي كفتي الله سبحانه وتعالى ذهبنا تمام يعني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا زبل ربنا سبحانه وتعالى حدا خفت نعمة إذي مالتي نمنتاي نسخة أب كل حياة كان دحر دأتي خطاتي لنا أبزي وشت عمت إذي وسدنا درس إذي أب كل حياة نايز سبزي الله سبحانه وتعالى انتاي قيروا له كم تذكره من رب سبحانه وتعالى نزبارياناته غيره مالتي كدكسن كله ختسن كله كوف كبير كتس أب كل حياة ناتو ذكر الله سبحانه وتعالى غيره مالتي والنبي عليه الصلاة والسلام كم تزبالنا الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت لمنا نبينا عليه الصلاة والسلام فأنت بذكرك لله سبحانه وتعالى على كل أحيانك ذلك كله تكون حيا عند الله سبحانه وتعالى طيب حدث نبزام قع عزيز كسكالون كله انتايل دعاء يقبر
مجمّر ينتيب بسم الله أولا يسمي بالله سبحانه وتعالى بشم ربي يسك ألا زانقر زي أمالتي يعني بسم الله أركب نبزي أسي بشمنا يا ربي يسك ألا الله تبلا الله أمالتي دحراي كوف مسبلك نبقى نفتا تسك ألا نقر كوف مسبلك خانتاي تبل الحمد لله تبل نرب سبحانه وتعالى خا تمسقنو زانقر زي أمهيئ أزقبر لك بدحري أنتاي تبل سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين تسبح الله سبحانه وتعالى رب سبحانه وتعالى نصوف دخونا قويتا صفوف دخونا قويتا فتصم دخونا قويتا تبلون ربنا سبحانه وتعالى انتايز قبر لنا اتي نزا نسك ألام قوعة عزيت قمل تخون بغل تخون فرس يخون ويكال كم ماكنا تخون ويأير تخون ويبابور تخون زفتر لنا ربنا سبحانه وتعالى مسخرا جيرنا مسخرا تايما التي مذللة أبتحتنا نحنا خمد اللينا جيرنا كانك أساقسا خمن خئل جيرنا ربنا سبحانه وتعالى نزا مقوع عزيت سبحان الله نحرد أتأمل جيرنا يا أخوان تأمل نحرد أجيرنا حادا نئشتي قلعة نئشتي قلعة نقمل كان دمنتاي تخون قمل نتاخ قبرا يخئل كم دلاي خسحبان كم دلاي يعني كوف كبلان كتستعان يخيل مالتي وهذا من تذليل الله سبحانه وتعالى له إذا خاء رب سبحانه وتعالى نزا فترة زياء أبتحتنا ملخت سلز قبران تزي كويلو بحايلناتو إذا بني آدم تهك قبران مقالا نزا فترة زياء ويرما نزا مقوع عزيت كم دلاي يقيرو خملكا أي مخال دير مالتي ولا بزئوانا ندحر دار إنايو حدث سب ما كنا خسك ألون كله أو وشت حانت ساعات ممكن كنده يخيد كلتها 100 كيلومتر يخيد 100 كيلومتر يخيد 120-150 كيلومتر يخيد إذا حد سئين زي رب سبحانه وتعالى مذلل تزي قبر لنا نيرو ربنا سبحانه وتعالى أبتحتنا مملوك تزي قبر نيرو كم زيل كان دخل كان كلها يعني زي كأل نيرو لكن الله سبحانه وتعالى جعله مسخرا لنا ومذلل لنا وهذا من فضله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى فله الحمد والمنة فتسبح الله سبحانه وتعالى إذا خمز غيرو ذهبك زانع مازيا وما كنا له مقرنين تبل رب سبحانه وتعالى أنت زي خئلنا نيرو نزيئة نزي نسكول مقاع عز نقرات زي أي مخالنا يون نيرنا تبل مالتي أي مخالنا يون نيرنا انت إذا رب سبحانه وتعالى كم كم يعني ابتحتينا خمز من لخاس لزقبر انت زيكون مالك وما كنا له مقرنين يعني اي مخالنا ينيرنا رب سبحانه وتعالى تزيخ الى النات المال بدحري انت تبل الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله اكبر الله اكبر الله اكبر سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت الله أكبر يعني إذسهب إذس سبحان الله في كل أحيانه رب سبحانه وتعالى يمسكنه في كل أحيانه رب سبحانه وتعالى يعبيه وفي كل أحيانه رب سبحانه وتعالى يعترف بذنبه بتقيقانا تخانا برب سبحانه وتعالى اعترافي قبل ما أجيب حتى منتاي نبزا دابازي اخسقالون كله نبزا مركوب نبزا دسقال لا مغوا عزيز كسقالون كله انتاي بالمالتيو يعني رب سبحانه وتعالى يمسغنو كومون رب سبحانه وتعالى يعبيو كومون انتاي يقبر انتا غويتاي اني نزا نفسي زي عمي صياي نتا عمس ناتاي دماني كقفرون كمحرون دخل يلم بجكخه محارني كان رب سبحانه وتعالى تلمون ماتي هذا عبودية لله سبحانه وتعالى رب سبحانه وتعالى عبودية ترئي لك أنا تحت النا يرئيك الله أنا باريا ناتك باريا مخاني يرئيك الله تبلون ربنا سبحانه وتعالى وبذلك الله سبحانه وتعالى تزنبناتك يغفر لك طبعا زاد عازياء بكل حال ما لدي سواء كتسكال كل خا نمج الشايخون ويل ماني أوش تعدي أوش تعدي نزم قاع عز تسغيل كخت كيد كل خا إذا دعاء زياء تبلا مايتيو
ክትስቀል ንከለኻ ናብ ማኪናኻ ይኹን ናብ በቕልኻ ይኹን ናብ ፈረስካ ይኹን ናብ ግመልካ ይኹን ናብ ኩሉ ምጓዓዓዝ ዝኾነ ነገር ክትስቀል ንከለኻ እዛ ድዓ እዚኣ ትብላ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ እንታይ ኣለና? ዱዓ ኣሰፈር። ዱዓ ኣሰፈር ንሰፈር ክኸይድ እንከሎ ሓደ ሰብ ድማ ንመገሻ ክኸይድ እንከሎ እንታይ ኢሉ ዱዓ ይገብር? ጠብዓን ያኽዋን ኣሰፈር ከምቲ ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ድበሉና ቅጥዓቱ ምን ልዓዛብ ኢሎም መገሻ ሓደ ክፋል ናይ ምንታይ ኢሎምና ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ናይ ዓዛብ ኢሎምና ያዕኒ ናይ ፀበባ ናቱ ክፋል ሓደ ኢሎምና ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ስለዚ ሓደ ሰብ ክገይሽ እንከሎ እንታይ ኢሉ ንረቢ ስብሓንሁ ወተዓላ ዱዓ ክገብረሉ ይግባእ? ምእንቲ ረቢ ስብሓንሁ ወተዓላ ምስኡ ክኸውን፣ ምእንቲ ረቢ ስብሓንሁ ወተዓላ ንዚ ሰብ እዚ ምእንቲ ክሓፍዞ። እንታይ ይብል? ኣላሁ ኣክበር፣ ኣላሁ ኣክበር፣ ኣላሁ ኣክበር ይብል። ብድሕሪኡ እንታይ ይብል? ስብሓን ለذ ሰኸረ ለና ሃذ ወማ ኩና ለሁ ሙቅርኒን ወኢና ኢላ ረቢና ለሙንቀሊቡን። ዳሕራይ ናፍታ ነታ ተሰቐላ ልክዕ ከምታ ናይ ዓንተ ወይ ነታ መጓዓዓዚት ነገር ረቢ ስብሓንሁ ወተዓላ ተዘየፍኩሰልና ነይሩ እቲ ንጹህ ፍጹም ድኾነ ጐይታ ንሱ ተዘይእኽእለና ነይሩ ኣይምኽኣልናያን ነርና ኣይምመለኽናያን ነርና ኢሉ ንረቢ ስብሓንሁ ወተዓላ ይስብሖ። ወኢና ኢላ ረቢና ለሙንቀሊቡን፣ ንሕና ድማ ናብ ረብና ተመለስቲ ኢና ይብል ማለት እዩ። ኣብዛ ዱንያ እዚኣ ሰዋእ እንተነበርና ሰዋእን ነዊሕ ዓመት እንተተቐመጥና ወይ ውሑድ ዓመት እንተተቐመጥና ናብ ረብና ተመለስቲ ኢና ይብል ማለት እዩ። ብድሕሪኡ እንታይ ኢሉ ዱዓ ይገብር? اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. يا الله يبل أنت قويتاي يبل ربنا سبحانه وتعالى نحتك لنا نلمنك لنا دعاء نقبرلك لنا إذي مقشاناتنا أو أنت ينخد قبرلنا البر والتقوى تصبق تكبار كتهبنا فرحنات كان كتهبنا ناو نلمنك لنا يلن رب سبحانه وتعالى يلمنه. ومن العمل ما ترضى كمون نفت تفتو تكبرات ناوق توفقنا ناوق تحبرنا نلمنك لنا يا رب سبحانه وتعالى يلمنه. نتايبل اللهم هون علينا سفرنا هذا. يا الله يبل انت قويتاي اذا مغشاناتنا اذا منجدناتنا نتاي جبرلنا هين جبرلنا يبل فوكس جبرلنا يا رب سبحانه وتعالى يلمنه. وطوي عنا بعده كمون اتي رحكتناتو انتي جبرلنا تقللنا يبل مالتي حصير جبرلنا اتي رحكتناتو حصير جبرلنا تقللنا يبل مالتي ربنا سبحانه وتعالى. اللهم انت الصاحب في السفر انت قويتاي نسخا ايخا ابزم مغشانا تخاتاتالينا يبل مالتي ربنا سبحانه. يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظه، هو الذي يصاحبه دد حريق دلو أبز مقشانات المنين دحرد أتباهيلو الله سبحانه وتعالى. فانتايبل نسخائخة تخطات علينا نسخائخة دد حرينا زلخة أبز مقشانات نايبلون ربنا سبحانه وتعالى. سلازنتاي قبرنا حفظنا يلون ربنا سبحانه وتعالى دعاي قبر اللهم مالتي. والخليفة في الأهل كومون نسخة እቶም ኣብ ድሕረይ ገዲፈዮም ድኸይድ ዘለኹ ስድራ ቤተይ ንስኻ ኢኻ ኸዓ ሓላዊኦም ንዓኣቶም ኣክንዳይ ንስኻ ትሕልወለይ ንዓኣቶም ትብሎ ንረብና ስብሓንሁ ወተዓላ። ኣላሁማ እኒ ኣዑዙ ቢካ ምን ወዓሳኢ ኣሰፈር እንታ ጐይታይ ይልምነካ ኣለኹ ካብ ፀበባ ካብ መሸቃ ካፍቲ መሸቃ ናይ ሰፈር ካብኡሲ ኣድሕነኒ ትብሎ ንረብና ስብሓን ካብ ፀበባ ናይ ሰፈር ካብ ፀበባ ናይ መገሻ ካብኡ እንታይ ግበረለይ ኣፍኩሰለይ ትብሎ ንረብና ስብሓንሁ ወተዓላ። ወከኣበት ልመንظር ከምኡ ውን ሕማቕ ኣይተርእየኒ ኣብዚ መንገዲ ናተይ ሰዋእ ናፍቶም ድሕረይ ገዲፈዮም ዘለኹ ስድራ ናተይ ኣብቶም ድሕረይ ዘለዉ ስድራ ይኹን ከምኡ ውን ወላን ኣብ ቅድመይ ዘለዉ እቶም ዝኸዶም ዘለኹ ስድራ ቤተይ ይኹን ወይ ድማ እቶም ዝኸዶም ዘለኹ ሰባት ይኹን ኣብኣቶም እንታይ ኣይተርእየኒ ሕማቕ ኣይተርእየኒ ኢሉ ንረቢ ስብሓንሁ ወተዓላ ዱዓ ይገብረሉ። ወሱእ ልሙንቀለብ ኣብ ወሱእ ልሙንቀለብ
في المال والأهل. الله أكبر. كمون ندحر دعا تمليسة ناب سدرا بيتي حماق أي ترئيني أب سدرا بيتناتي أب مالناتي أب جنزبناتي أب كل تناتي يعني كنتات انتاي ترئيني يعني حماق مملسي حماق بحماق أي تملسني حماق مملسي أي تقبر الليل رب سبحانه وتعالى دعاء يقبر له. فهذا يا أخوان إذا رأينا ندحر دعا رئينا يوزي عبي دعائي حدث ابن رب سبحانه وتعالى خمزي يرخل منه كله أما قشاناته الله جل وعلا انتهي قبر له مالتي يعني تمقشاناته فكسي قبر له كم أون يعني كخير كله رب سبحانه وتعالى يحفزه كملس كله رب سبحانه وتعالى يحفزه أمونقو دلو دمان رب سبحانه وتعالى يحفزه صدرا بيته يخون قنزبه يخون كل السجد يفوض الله بدحريه الله سبحانه وتعالى انتهي قبر له مالتي محفوظ يقبر له محفوظ يدور لماتي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا في سفرنا وإقامتنا. طبعا ما قش مسكده شعوه ندحرد أنا بحنت عد خاتون كله نبحنت عد خاتون كله نفتاز أتوى عدي أم معدن كوينو خريئا كله انتا يقبر دعا يقبر أم معدن كوينو مسرايا انتا عدي كم زيل دعا يقبر انتا يبل اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا ورب الأراضين السبع وما أقللنا ورب الشياطين وما أضللنا ورب الرياح وما ذرينا أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها وأعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها. الله أكبر. إذا دعاء أزي يقبر مالتي تايبل أنت قويتاي اللهم رب السماوات السبع أنت نايزي شوعات السمايات قويتا دخون كايبل ربنا سبحانه وتعالى وما أضللنا كم أون نساتن شفينا نؤزل لوا يعني أبتحتي أنزل لو ناتاتن دخون كايبل ربنا سبحانه وتعالى يلمنا لما أجي ورب الأراضين السبع وما أقللنا كم أون نشوعات مريت قويتا زخونكا كم أون نساتن حيزون أوزن لوا دخونكا قويتا يبلو مهاتي ورب الشياطين وما أضللنا كم أون نايزون كلهم شياطين قويتا نسخاء أخا ناتهم إله نسخاء أخا يبلون ربنا سبحانه وتعالى كم أون تم شياطين أتفي أمم دلو من قد سحيت أمم دلو ناي كلهم قويتا نسخاء أخا يبلون ربنا سبحانه وتعالى ورب الرياح وما ذرينا كم أون ناي زنفاس قويتا زخونكا زنفاس كل زنقساقصو زبالة دماني ناتو زخونكا قويتا يبلو نربنا سبحانه وتعالى كل زنتا إزقبر دلو نرب سبحانه وتعالى يمقصو إزلو يمقصو إزلو بتي زقبو نربنا سبحانه وتعالى بدحري انتا يبل أسألك خير هذه القرية وخير أهلها انتا قويتا نايزا قرية زئا نايزا عد زعتوا زلخو ناتاسي ناتا صبوق ناتا خيري حتى كارلخو يبلون ربنا سبحانه وتعالى وخير أهلها كمون اتم ناتا أهل اتم ناتا سبات دماني ناتا توم خير كآي حتى كارلخو سب صبوق ناتا سمسأتو مقات من تبلون لقان ربنا سبحانه وتعالى وخير ما فيها كمون أبأزلو كل خير يعني يحتى كارلخو ختهب النيل ربنا سبحانه وتعالى دعا قبر له كمون تايبل وأعوذ بك من شرها كافت شر ناتانا إذا عد زي آدمانينا بخاي عقوب الله وشر أهلها نيتا أبأزل لو سبات شرزل لو سبات ماني كبأتم كأنا بخاي عقوب الله خبأتم أرحق أني تبلون ربنا سبحانه وتعالى وشر ما فيها كل شرز بها لأبأزل لو دماني كاو دماني أرحق أني لكان ربنا سبحانه وتعالى دعاء تقبر له. كذلك من الأدعية انتهى لنا دعاء دخول السوق حدث ابن بشوق كأتون كله حدينا في تشوق مسأتوه انتهى له دعاء يقبر السبزي يبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كم ذيل دعاء يقبر مالته طبعا زي أما قشا يخن ولا كيقش يخن ندحر دعاء أبزخون الشوق آتيو كم زي الدعاء يقبر طبعا يا أخوان زي الدعاء زي
أفت مجمرة درس خنجمر وقلنا عامين تقصن يرأى ذو دعاء ذو دعاء عظيم يا أخوان رب سبحانه وتعالى انتهي أجري قيروا له انتهي قيروا له أجري انت حرد أزاد دعاء ذي أئلك ألف ألف حسنة لك يعني حدا مليون رب سبحانه وتعالى حسنة يزحف لك وألف ألف سيئاتك دماني مليون سيئاتك ذنبناتك دما رب سبحانه وتعالى يدمسس لك كمون ألف ألف درجة دماني حافية بلك ربنا سبحانه وتعالى مليون درجة دماني عخنتا يقبرك حافية بلك ربنا سبحانه وتعالى انتهي لهم علماء زخل عسب زي أبزي دعاءنا يسوقس من تأي تغيرو إلهم مستزاربو طبعا إلهم كفتي فوائد دمس أول انتهي لهم التشوق كل شعسب شوق انتحر داءاتي أبغفل إيدا داءاتو يعني غافل إيدو خوون يزنقعو حالة سب شوق انتحر داءاتي كفت ذكرنا يا رب سبحانه وتعالى إذا سبزي كلهم سبات زنقعهم كله نرب سبحانه وتعالى ذكروا إذا دعاء إذا مقبارو نرب سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى انتهى قبر له إذا خل عصب خاء نعو يهبو نزل سبز مالتي فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى كن رسع أي قبا أنان الحرد أنا بشوقاتنا إذا دعاء إذا كن رسع أي قبا أنان ترقمنا تنتهي لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعني بجك الله سبحانه وتعالى كن قز أوز قبا ولا حدا يلن إتشركا ديبن لغنويته له الملك وله الحمد يعني كل ملك أملخوت نايماني ناي رب سبحانه وتعالى مسقان زقب أزخون قويتاد ممني الله سبحانه وتعالى يحيي ويميت الله سبحانه وتعالى يعني يحوي يموت بدلاي ربنا سبحانه وتعالى وهو حي لا يموت كمون الله سبحانه وتعالى حي يعني زي موت تخون قويتاي الله سبحانه بيده الخير كل خير ذا البلد ماني أبيدنا يا رب سبحانه وتعالى يدل ماني وهو على كل شيء قدير ناي كل نقر كألتن يعدقنا قويتا إيد ماني الله سبحانه وتعالى كم زيل كان رب سبحانه وتعالى أفتززن قعلوا بوتا نرب سبحانه وتعالى تذكروا لخا بزخاء الله سبحانه وتعالى انتهي قيروا لك زخل عصبي قيروا لك مالتي كذلك من الأدعية انتهي لنا دعاء إذا تعس المركوب يعني تعس المركوب انتهي مالتيو دحر دقاء اتا تسغيل كايازا لخا مقوع عزيز دحر دقاء عبياتكا دحر دقاء يعني أصلا تعس انتهي مالتيو زحلق مالتيو يعني دحر دقاء تزحلق دحر دقاء شتحتحيل دحر دقاء مخياد أبيو مالتي تتعس خبهال كله لكن بعامة دحر دقاء تسغيل كياد اللي خان دحردا أبياتك مخياد دحردا تنعتنع إلى انتالك دعاء تكبر انتاي تبل بسم الله تبل بسم الله تبل لمنتاي حد صحابي انتايلو تسغيلو دخدن كله أفتا داباناتو انتايلو مسأبية تونسة تعيس الشيطاني تعيس الشيطاني انتهي لهم النبي عليه الصلاة والسلام لا تقل تعس الشيطان فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت دحر دأ تعس الشيطان لك اتي الشيطان انتهي يخون بأيك أبيات تدلا إذا قلوا لقبر دلو أنك أيل انتهي يخون ماتيو تكبر يسمعه كبرياء يسمعه الشيطان له النبي عليه الصلاة والسلام كساب كان دمنتاي لخوون كان دقزا خساب زخوون يعني يعبي لهم النبي عليه الصلاة والسلام برحري انتاي بلت الشيطان ويقول بقوتي زكو بحيلنا تأي زخوون للي بالمالدي انتاي لهم النبي عليه الصلاة والسلام ولكن قل بسم الله فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب انت حرداء بسم الله لك انت الشيطان انتاي بالمالدي يعني كندي همما خصاب سخون يخون مالتي نمنتاي كل نقر بيد الله سبحانه وتعالى تبلال لخا إذا أبيات ندلون بشمنا يربي كتنك أسغاس كتكيد تخيل يالك تذكر سلزل لخان رب سبحانه وتعالى كذلك من الأدعية انتايا لنا حدث كجيش كله كجيش كله نتي أبعد قد فوزر لسب انتاي لدعاء يقبر له انتهي يبلو
أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. طبعا يا أخوان هذا الدعاء عجيب سبحان الله. تايتبل الله أنسي نب رب سبحانه وتعالى يقرفكم الله خطبلا من السبب زمالتي يعني أستحفظكم بالله رب سبحانه وتعالى أنا أحفظكم أفتح حفظنا يا رب سبحانه وتعالى يقرفكم الله خطبلا من السبب زي يتنتاي دخونا يتقويتا دحردا حفظه يبقايو حفظ الليلك حفظ الليل زانا قرزي ألكا دحردا يبقايو دي يتفئ دخونا قويتا ناوي يقرفكم الله خطبلا من السبب زمالتي أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه بالمالتي. أتي زتعرف دلو أبعدخ انتاي لدعاء يقبرلو نتزخيد دلو انتزقيش دلو دعاء المقيم للمسافر. أتي أبعد زتعرف دلو نتزقيش دلو خي انتاي لدعاء يقبرلو انتاي يبل أستودع الله دينك وأمانتك وخواتم عملك. انتاي يبل يعني نا رب سبحانه وتعالى كحفزك يلمنلك الله انتين كحفزك دينك دينك نمن تاي كل شيء يا اخوان السفر مذنه الغفله نحرد احد سبي جيش الله انتي دخون يغفل بتي شجر نايتي يعني مغشى زقاطمو بتي جنك ناي مغشى زقاطمو يزنقع يخبدين سلاز انتي تبل الله خان سخان السبز دعاء تقبرلو رب سبحانه وتعالى دينك انا حفزلك سي نعو يلمنا لخطب لمات من ربنا سبحانه وتعالى. كذلك وأمانتك كمون تأمانا ناتك رب سبحانه وتعالى كحفزلك يعني صدراخا يخون جنزبك يخون كحفزلك يلمنا لك لخون رب سبحانه وتعالى تبلو. وخواتم عملك كمون اتي يعني عمل ناتك خواتم عمل ناتك نستر من رب سبحانه وتعالى كحفزلك يلمنا لك لخون رب سبحانه وتعالى لك نسبزي دعاء تقبر له. كذلك من الأدعية انتي تبلو ماتي وتي بترف دلو بعدي نتقيا شاي انتي ون إلو دعاي قبرلو زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت. الله أكبر. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام حد سحب متي أنسي قيش الله خمه يعني زادها بالنيل ومن النبي عليه الصلاة والسلام سنكها بالنيل ومن النبي عليه الصلاة والسلام انتهي لهم النبي عليه الصلاة والسلام زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت. طبعا سلستك زيين السيلوة زودك الله التقوى مسبل والنبي عليه الصلاة والسلام زيد نيلوة وسخ النيلوة وغفر ذنبك لهم النبي عليه الصلاة والسلام بحرائي مليس انتهي لهم زيد نيلوة ويسر لك الخير حيثما كنت. الله أكبر يا أخوان حقيقة عجيب تخونا دعاء إيزي حدا سب أما قرشان كل خمزين تحرد أسمعك أيو انتا يملئ لبو مالتي اتمئنان يملئ تفاؤل يملئ يعني فال تبوق يملئ تلبو السبز مالتي. أولا انتا يلوم النبي عليه السلام زودك الله التقوى رب سبحانه وتعالى فرحنات ويهابك يلوم وغفر ذنبك يلوم كمون اتزنبناتك يغفر لك يلوم النبي عليه الصلاة والسلام ويسر لك الخير حيثما كنت كمون كل خير دبلسي أبدلخا يهلخا رب سبحانه وتعالى انتي قبرلكا ميسر قبرلكا فوكيس قبرلكا يلوم النبي عليه الصلاة والسلام دعاء يرمو لمالتهم. تخيل حدثك قيش كله كم زعينة دعاء إذا قبر لهم كلها انتي يسمعوا يعني كم عينة فسها يسمعوا نزسه بزمالتهم. كمون انتهى لنا يعني خفت أداب ناي سفر حدثك قيش كله أمن قدو انتعنت أذكار يقبر انتايبل صحابي جليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه انتايبل أمن قدم دخلنا كلنا إلو كنا إذا صعدنا كبرنا دحر دعا نبعقبت قصنا نوتسأل لنا إلو الله أكبر الله أكبر الله أكبر نبليلو ندحر دعا وإذا نزلنا ندحر دعا كل قلة قصنا نورد علىنا دما ننتهي نبليلو سبحنا إلو سبحان الله سبحان الله سبحان الله نبليلو إذا خلوا ننتهي مالتي بالعلماء كزارة بنكون له إلوم نبلع لك الدي بنكون لخا ننتهي تذكر إلوم
እቲ ክብርያ ናይ ረቢ ስብሓንሁ ወተዓላ ተዓዘማ ናይ ረቢ ስብሓንሁ ወተዓላ ትዝክር። ስለዚ ንረቢ ስብሓንሁ ወተዓላ ተኽብሮን ከምኡ ውን ተዕብዮን ንረብና ስብሓንሁ ወተዓላ። ናብ ታሕቲ ክትወርድ እንከለካ ድማ ንንታይ ትገብር ማለት እዩ? ንረቢ ስብሓንሁ ወተዓላ ፍፁምነት ናቱ ንፅህና ናቱ ንረብና ስብሓንሁ ወተዓላ ድማ እንዳዘከርካ ትኸይድ እንዳሰባሕካ ንረቢ ስብሓንሁ ወተዓላ ትወርድ ናብኡ ገጽካ ማለት እዩ። ካብቲ ሱና እንታይ ኣለና ማለት እዩ? እንድሕር ደኣ ንዓቐበት ገጽካ ትድይብ ኣለኻ እንታይ ትገብር? ኣላሁ ኣክበር ኣላሁ ኣክበር ኣላሁ ኣክበር እንዳበልካ ትኸይድ። እንድሕር ደኣ ናብ ቁልቁለት ገጽካ ትወርድ ኣለኻ ኾንካ ድማ ስብሓንላህ 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 እንዳበልካ ትወርድ። ከዛሊከ ምን ልኣድዕያ እንታይ ኣለና? ዱዓ ልሙሳፍር ኢዛ ኣስሓር ያዕኒ ሓደ ገያሻይ ኣብ መገሻ እንከሎ እንድሕር ደኣ ኣብ ለይቲ እንድሕር ደኣ በፂሑ ኣብ መገሻ እንከሎ ኣብ ለይቲ እንድሕር ዳ በፂሑ ኣብ መገሻ ንኩሎ እንታይ ይብል? ሰምዐ ሳሚዑ ብሓምድላህ ወሕስነ በላእሂ ዓለይና ረበና ሳሒብና ወኣፍضል ዓለይና ዓኢዳ ብላህ ምን ናር። እንታይ ይብል? ለይቲ እንድሕር ዳኣ ይጓዓዝ ኣሎ ወይ ለይቲ እንድሕር ዳኣ በፂሑ እንዳ ተጓዓዝ እንከሎ ሰብ እዚ ይብል ሰምዐ ሳሚዑ ብሓምድላህ በቲ ምስጋነ ናትና ዘመስገድናዮ እቲ ዝሃበና ኩሉ ሽሻይ ኣው በቲ ዝሃበና ኩሉ ሽሻይ ምስጋነ ዘመስጋናዮ ንረቢ ስብሓንሁ ወተዓላ እቲ መስካራይ መስኪሩልና እይብል እዚ ሰብ እዚ እቲ መስካራይ መስኪሩልና እይብል እዚ ሰብ እዚ። ጠብዓ ነዚ ሰብ እዚ ዝምስክርሉ ብዙሓት ነገራት ኣለዉ። ሓታ ነቢ ዓለይሂ ሰላት ወሰላም እንታይ ኢሎምና ጎቦ ከይተረፈ ያዕኒ እዚ ኣግራብ ከይተረፈ ሓደ ሰብ እንድሕር ድኣ ንረቢ ስብሓንሁ ወተዓላ ዚክር ገይሩሉ ኣብ ዮም ኣልቅያማ እዞም ነገራት እዚኣቶም ይምስክርሉ ንዚ ሰብ እዚ ማለት እዩ። ፈንታይ ይብል እዚ ያዕኒ እቲ ዝምስክር ሲ ኩሉ መስኪሩልና እዩ ናብ ረቢ ስብሓንሁ ወተዓላ ይብል ማለት እዩ። ረበና ሳሒብና ያዕኒ እንታይ ይብል? ሕፈዘና ኣፍቲ ዘለናዮ ሓልወና ኣፍቲ ዘለናዮ ይብሎ ንረብና ስብሓንሁ ወተዓላ ዱዓ ይገብረሉ ንረብና ስብሓንሁ ወተዓላ። ወኣፍضል ዓለይና ከምኡ ውን ያዕኒ ካብቲ ሽሻይ ናትካ ድማ ሃበና ለግሰልና ይብሎ ንረብና ስብሓንሁ ወተዓላ። ብድሕሪኡ እንታይ ይብል? ዓኢዳ ብላሂ ምን ናር ካብቲ ናር ናይ ረቢ ስብሓንሁ ወተዓላ ካብቲ መቕፃዕቲ ናይ ረቢ ስብሓንሁ ወተዓላ ካብቲ ሓዊ ናይ ረቢ ስብሓንሁ ወተዓላ ናብ ረቢ ስብሓንሁ ወተዓላ ንዕቆብ ኣለና ወይ ይዕቆብ ኣለኹ ኢሉ እዚ ዱዓ እዚ ይገብር ማለት እዩ። ከዛሊካ ምን ልኣድዕያ እንታይ ኣለና? ኣብ መንገዲ እንከሎ ኣብ ሰፈር እንከሎ ወይ ድማ ኣብ ውሽጢ ዓዲ እንከሎ ዱዓ ኢዛ ነዘለ መንዝለን ፊ ሰፈሪን ኣው غይርሂ ሓደ ሰብ ደይፈልጦ ቦታ ደይፈልጦ ገዛ እንድሕር ደኣ ኣብኡ ወሪዱ እንታይ ኢሉ ዱዓ ይገብር? ወይ ድማ ኣብ መንገዲ እንዳኸደ እንከሎ ንመገሻ እንዳኸደ እንከሎ ኣብ ሓደ ቦታ ክዕርፍ ኢሉ እንድሕር ደኣ ወሪዱ እንታይ ኢሉ ዱዓ ይገብር? እንታይ ኢሎምና ነቢዩና ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንታይ ይብል እዚ ሰብ እዚ እንድሕር ደኣ ወሪዱ ናፍቲ ቦታ? أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق دعاء زي أن دحر دأي لوائل من النبي عليه الصلاة والسلام لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك إذ سبزي ولحد زقود أونقر يلن كساب كابزاب وتازي أزل أقاقل منا النبي عليه الصلاة والسلام سلزي بالطعمي كن قدس واللوز قبأنا نقري ماتي خاصة بزي حسبات انتهى لنا ያዕኒ ብጣኢራ እንድሕር ደኣ ትገይሽ ኮንካ ብኣየር ትገይሽ እንድሕር ደኣ ኮንካ ካብ ሓደ ዓዲ ናብ ሓደ ዓዲ ትወርድ ኣብታ ዝወረድካ ዓዲ ኮፍ ምስ በልካ ኣብታ ኤርፖርት ናታ ኮፍ ምስ በልካ እንታይ ትገብር? እዚ ዱዓ እዚ ትገብር። ከምኡውን ብማኪና ዝገይሽ ሰብ እንድሕር ኣሉ ኮይኑ እንዳገሸ እንከሎ እንድሕር ደኣ ኣብ ሓደ ቦታ ወሪዱ ክዕርፍ ኢሉ ኣብታ ቦታ እቲኣ ምስ ወረደ ድማ ከምኡ ዱዓ ይገብር። ኣብ ውሽጢ ዓዲ እንድሕር ኣለካ ኮንካ ድማ ዘይትፈልጦ ቦታ እንድሕር ደኣ ኸድካ ወይ ድማ ኣብ ዝኾነ ቦታ እንድሕር ደኣ ኸድካ ኣብኡ ምስ ወረድካ እንታይ ትገብር ማለት እዩ? ኣብቲ ቦታ ትኾንከኻ እዛ ዱዓ እዚኣ ትገብር። በዚ ከዓ ኣላሁ ስብሓንሁ ወተዓላ ይሓፍዘካ ክሳብ ካብታ ቦታ እቲኣ ትላቐቕ። ከዛሊካ ምን ልኣድዕያ እንታይ ኣለና? ካብቲ ዱዓ ዚክሩ ርጁዕ ምን ሰፈር ሓደ ሰብ ካብ መገሻ ክምለስ እንከሎ እንታይ ኢሉ ዱዓ ይገብር? ካብ መገሻ ክምለስ እንከሎ እንታይ ኢሉ ዱዓ ይገብር? እንታይ ይብል? ይከብር ዓላ ኩሉ ሸረፊን ሰላሰ ተክቢራት ያዕኒ ናብ ዝኾነ ላዕሊ ክድይብ እንከሎ ናብ ዓቐብ ገጹ ክድይብ እንከሎ እንታይ ይገብር?
تكبير يقبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسلاسة قزي كم تعانتوا يستغسنا يماتي. ثم يقول لحري تايبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لحري تايبل آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. كم زيل الدعاء يقبر كم اللسن كله كم من قدو مالتي كافتي سفرناتو ويدمان خافتي مقاشاناتو مستمرسة كم زعين الدعاء يقبر مالتي. طبعا زخول الزكرنايو أدابنا يمنتائي مالتي أدابنا يسفر أدابنا يمقاشا. طبعا مقاشا زقبر بزوح أدابا لنا. طبعا نحنا بزعبناي أذكار سلن تكس دلنا نبر يعني انتهي مقبرنا نيرنا اتي عم مقشا زقبر أداب كلنا تقصنا يمخدنا نيرنا لكن نحر داتنا يمقشا انتكس كنا يعني حادي خاص تخونا درس نعوه يدليو بزخاق زيادة خوستلنا يماتيو.